الخصوصية الثالثة أنه بعد أن تعرف على الظاهرة وأسباب الظاهرة يستطيع أن يضبط ويحدد مسيرة هذه الظاهرة. يعني شنو؟ يعني يقول بأنه هذه الظاهرة هي أسبابها، إذن أنا ماذا أفعل؟ أحاول هذا السبب أتصرف فيه حتى يوجد هذا الشيء. الآن في علم الجينات هذا ده يحصل، يقولون بأن كثير من الأفلان مرض سببه الجين الهندسة الجينية كذائية. إذن إحنا تعال ماذا نفعل؟ من الآن نتصرف في ذلك الجين حتى إذا ولد بعد يوجد ذلك المرض أو عنده قدرة على الممانعة. الآن في الإيدز ده يعملون على هذه السنين، صار ده يعملون أنه ما هي الجينات المؤثرة في أن الإنسان يفقد المناعة للمرض الإيدز. ماذا؟ أول ما يضرب جهاز المناعة في الإنسان، فهو يذهب إلى تلك الجينات اللي يقوي جهاز المناعة في الإنسان حتى ماذا يصير بعد؟ يستطيع الإيدز يضرب أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. إذن تحديد وضبط عمل هذه الأسباب والشروط مولانا. الخصوصية الرابعة هذا ينتج ماذا؟ أنك تستطيع أن تخطط للمستقبل كما تريد، لا كما تريد الطبيعة. ما أدري قدرت، هاي أهم خصائص المنهج التجريبي. هاي الأدوار الأربعة التي ذكرناها للمنهج التجريبي استطاعت، والإنسان وجد طبقها في الحياة، وجد ماذا؟ وجد أنه يستطيع أن يتصرف، أن يكون سيدا للطبيعة لا أسيرا للطبيعة. قبل المنهج التجريبي والعلوم التجريبية كان الإنسان أسير للطبيعة لو سيدا للطبيعة كان أسير. الآن هو عرف الزلزلة عندما تأتي هذه قدرتها، إذن ماذا يفعل مولانا؟ يقوي الأبنية، يبنى البناء. بعد الطبيعة تستطيع أن تؤثر عليه أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. المرض الكذائي عندما يأتي هكذا يفعل، هو همات يعني يقوي مناعة الإنسان، بعد المرض يستطيع أو لا يستطيع؟ هذه الآن الإبر أو المضادات اللي يعطوها للأطفال وهم في الشهر الأول والثاني، ماذا يعني؟ ماذا معنى هذا التخطيط المستقبل؟ يقول بأنه هذا عندما يأتي البدن بعد ما مهيئ للمناعة فيصاب بكذا. هو احنا بنعطي الآن المضاد إلى مولانا، بمجرد يدخل إلى البيضة هو يعرف ذلك، فاستطاع أن يغير ماذا؟ في جملة واحدة، إذا أردت أن تكون سيدا للطبيعة عليك ماذا؟ عليك بالمنهج التجريبي. وهذا هو الذي أفلح فيه الفكر الغربي واستطاع أن يسيطر على العالم من خلاله، لأنه الآن ما تحتاج. هسأنا الآن إذا صار وقت إن شاء الله، أنا لأنه أنا أنظر إلى الوجوه أخشى يقولون سيدنا طولت هذا البحث، ارجع إلى شنو واقعا ما أدري، يعني ما أدري نستمر في هذا شوفوا التفتوا جيدا. هذا هو الذي أدى بأنه أساسا الإنسان عندما جرب آلاف السنين المنهج العقلي، جرب آلاف السنين المنهج الديني، جرب المنهج النقلي، شاف استطاع أن يحسن من حياته أو لم يستطع؟ ما استطاع. أما عندما جاء إلى المنهج التجريبي وجد أنه شنو؟ الرفاه، المسكن، الملبس، المكان، السفر، الإنترنت، هاي كلها نتيجة ماذا هذني؟ نتيجة المنهج الفلسفي مولانا، نتيجة المنهج العرفاني مثلا، لو نتيجة المنهج النقلي مثلا، هذه نتيجة المنهج التجريبي. خب إذا استطاع المنهج التجريبي أن يغير الطبيعة بنحو ينسجم مع كل متطلباتك، شنو مجنون أنا أذهب إلى المناهج شنو؟ المناهج الأخرى. تعرف الأمور بماذا؟ بنتائجها. المنهج التجريبي في الغرب أوصل رفاهيتهم وحياتهم ومسكنهم وسيطرتهم على الطبيعة و و و و إلى آخر القائم، إن شاء الله أبعاد أبينها لكم.
أبعاد اجتماعية، أبعاد أخلاقية، أبعاد رفاهية، أبعاد نفسية، هذه كلها من خلال المنهج التجريبي مولانا. إذن المنهج التجريبي استطاع أن يغير كثيرا مما هو موجود وغير مطلوب، وأن يوجد ما هو مطلوب غير موجود. والإنسان ماذا يريد غير هذا؟ هو هذا هدفه، هو هذا. إذن استطاع المنهج التجريبي أن يأخذ الزمام المبادرة لباقي المناهج كلها. صار شنو؟ صار منهجا في قبال المناهج، لو صار إمام المناهج. ما أدري أقدر أوصل الفكرة إلى الأعزاء. صار هذا المنهج كأنه القدوة والأسوة الذي لا بد أن نتأسى به. التفت فقط في هالمسائل؟ قالوا لا، في كل المسائل لابد أن نطبق يا منهج التجربة. فإذا التجربة أثبتت فبها ونعم، ما أثبتت له قيمة ولا قيمة له. لكن هسه يا عزيزي افترض أنت تقول للمنهج التجريبي أنت موضوعك الطبيعة، آخر فيما وراء الطبيعة مو من حقك أن تتكلم. يقول هذا كلام فارغ، المنهج التجريبي في كل شيء. ما أدري واضحة الفكرة ولا لا؟